شوف انا وشوف انا اليوم حنا مجتمعين في الهيئه المهندسين باش حنا مقلقين بزاف على الوضع اللي كيعيشوه المهندسين المعماريين. واليوم كنقولوا بانه هذا الوضع ما يمكنش يستمر، لانه هذا الحصول على رخص السكن ورخص ديال لي زوتوريزاسيون دو كونستروير رجعت مساله يعني صعيبه بزاف بزاف عاد في الدار البيضاء، وعمرنا ما شفنا هذه الممارسات اللي رجعت في الدار البيضاء هذه السنين الاخيره. فاليوم كنقولوا بانه المهندس المعماري الدور ديالو مهم كبير في مدينه بحال الدار البيضاء، ومن الضروري ان الاداره تسهل المساطير وبانه ضروري ان تبسطها وما ديرش العكس اللي حنا واقعين فيه مع الاسف في الدار البيضاء. ما يمكن شيء اننا ندوزوا واحد الوقت كبير 6 شهور باش ناخذوا رخصه ديال هذه مساله اللي ما كنقبلوهاش، وكنقولوا بانه ما غاديش نبقاو نقبلوا بانه تكون واحد التجاوزات. حنا بغينا نخدموا في اطار القانون فقط، ما نسمحوش ان شي جهه معينه اداره ولا غيرها ان تفرض علينا شي حاجه اللي ما كايناش في القانون. وكنطالبوا بانه لي ديري اللي كاينين في الار جي سي يطبقوا يعني الا كانت خصنا 2 شهر باش ناخذوا الرخصه خصنا 2 شهر وما نفوتوهاش. حنا كنا كنتمناو ان هذا الاجل نقلصوا منها، فاذا بنا كنشوفوها بانه بعض المرات كنمشيو 6 شهور ولا اكثر. والغريب في الامر هو انه كاين بعض الملفات اللي كياخذوا رخصه السكن ورخصه ديال البناء في ظرف وجيز جدا. يعني هنا ولينا في شي حاجه كنسميوها دو بوا اي دو ميزور، هذه مساله غير مقبوله. من كتحمل المسؤوليه كنحملها بالدرجه الاولى المجلس الدار البيضاء، بالدرجه الاولى العمده ديال الدار البيضاء، لانه هي المسؤوله بالدرجه الاولى على هذا الشيء. وما يقع في قسم التعمير ديال مدينه الدار البيضاء يعني فيه واحد العدد ديال الاختلاسات، واحد العدد ديال المشاكل، واحد العدد ديال المرجو ديال التجاوزات اللي حنا ما بقيناش قابلينها، وضروري اننا ننبهوا لها. رسالة الرميلي هو انها تخدم معنا اليد في اليد. حنا ملي جات الرميلي دخلنا عندها وقلنا لها تقدري تعتمدي علينا، تقدري تعولي علينا، الدور ديال الهيئه دور مهم وحنا بغينا نخدموا معاك لصالح المدينه ديال الدار البيضاء. فاذا حنا مازال لحد الان على استعداد باش نخدموا معاها اليد في اليد، خصها غير تحل لنا البيبان ديالها وتكون شويه ديال الشفافيه، ويكون ما يكونش الفرق ما بين ما يقال في الاجتماع وما يجري في الواقع. تواصلتوا مع السيد الوالي؟ السيد الوالي تواصلنا معاه بواحد الشكل ايجابي بزاف عاد، والتعاون معنا، والفكره ديالو هو انه فعلا هذه التجاوزات ما تبقاش، وفعلا بانه هذه الممارسات اللي كاينه من طرف ذاك السيده اللي مكلفه بالتعمير ما تبقاش. يعني السيد الوالي حنا كنشكروه وبيبانو دائما محلوله، ما عندنا ما نقولوا على السيد الوالي، يعني عطينا جميع المساعدات اللي خصها الدار.